بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة مادة اللغة العربية للمرحلة الأولى لجميع أقسام كلية بغداد للعلوم الاقتصادية للدراسة الصباحية والمسائية. مادة المحاضرة الجملة الفعلية الفاعل. في المحاضرات السابقة أخذنا موضوع اسم الفعل وتكلمنا به عن الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. محاضرة هذا اليوم نتكلم عن الفاعل وهو الجزء الثاني من الجملة الفعلية. الفاعل هو الاسم الثاني الذي يقع عليه فعل الفاعل. يقع عليه فعل الفاعل. دائما هذا الاسم يأتي بعد الفعل المبني. دائما يأتي هذا يأتي بعد الفعل المبني ويكون مبني للمعلوم، أي الاسم الذي يأتي في البداية يجب أن يكون معلوم وليس مجهول. يعني إذا كان الفعل مبني للمجهول يأتي نائب فاعل. دائما هذا الاسم يكون مرفوع. إذن من صفاته أولا أن يكون مبني للمعلوم، اثنين أن يكون بعده أو أن يكون مرفوع. مثال على ذلك قام خالد. مباشرة عندنا إحنا قام نعربها فعل ماضي مبني على الفتح. سبب بذلك أنه فعل مجرد وصحيح الآخر. كل فعل ليتم معنى الجملة يجب أن يأتي بعده فاعل، فخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل إلى أحوال الفاعل، بمعنى متى يأتينا الفاعل وكيف هيئته. يأتينا الفاعل يجب أن يسبقه فعل، فهنا يجب مثل عندنا أول حالة سافر عبد الله أو سافر محمد أو نام الطفل. كلها هنا عندنا سافر فعل مبني للمعلوم، فاللي بعده راح يكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ما دام قبله مبني المعلوم اللي بعده هنا، ما دام احنا ما ماخذين الموضوع نائب الفاعل فهنا دائما يكون اللي بعده فاعل. اثنين عندنا اسم فاعل، مرات يأتينا اسم فعل، مرات يأتينا فعل، مرات اسم الفعل، مثل هيهات. هيهات بمعنى بعد السفر، هيهات السفر أي بمعنى بعد السفر. هيهات هنا تعرب اسم فعل، تعرب اسم فعل، فاسم الفعل مباشرة السفر يأتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النوع الثالث هنا يكون مشتق، يكون مشتق، فهنا كلمة أخو هي فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل، فعدنا أخو اسم فاعل، وناجح هي فاعل لاسم الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اللي بعدها عندنا يكون لفعل محذوف، بمعنى إذا اشرقت الشمس نهض الناس من نومهم. إذا اشرقت الشمس نهض الناس من نومهم، فالشمس فاعل لفعل محذوف، فالشمس فاعل لفعل محذوف، وأصل الفعل كانت أو أصل الجملة كانت إذا اشرقت الشمس نهض الناس من نومهم. إذا اشرقت الشمس نهض الناس من نومهم، لكن إذا اشرقت هنا حذفت وعوضت عنها بما أن قبلها أداة شرط. إذا أداة شرط، فإجت شمس فاعل لفعل محذوف، وهذا ما حنوضحه في ما بعد. هسه راح نروح إلى أحوال الفاعل. الفاعل يأتي على عدة حالات. الفاعل يأتي على عدة حالات. أولاً اسم ظاهر، وهذا منه كثير، مثل عاد محمد، قام خالد. عاد فعل ماضي مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر. محمد فاعل
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحالة الثانية ضمير مستتر. شنو معنى ضمير مستتر؟ هو وجود الفعل لكن لا يوجد فاعل. أخوك مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، هاي إحنا ماخذيها بالمحاضرات الماضية. سين هنا بمعنى سوف. يسافر فعل مضارع مرفوع يسافر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه فعل مضارع. الفاعل ضمير من هو الذي يسافر؟ هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يسافر تعود على أخوك. الحالة الثالثة أن يكون ضمير بارز، أو إحنا سميناها بالمحاضرات الماضية ضمير رفع متحرك، مثل النا. لعبة فعل ماضي مبني على الفتح، والنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. بالكرة جار ومجرور. النوع الثالث هو أن يأتي مصدر مؤول، وإحنا بالمحاضرات الماضية أخذنا المصدر المؤول. أعجبني نانا، أعجبني فعل. إنك نشيط، إن هنا بما أنه وراها كاف فهي إن مصدرية ناصبة. نشيط فاعل، فهنا نشيط فاعل لمصدر المصدر المؤول من إن زائد الكاف، ونشيط في محل رفع فاعل. يأتي مجرور بحرف الجر. إحنا من أخذنا الجملة الإسمية أيضا أخذنا مجموعة من حروف الجر التي تدخل، وهي الحروف الجر الزائدة. هنا أكرم، أكرم بسعيد. أكرم هنا فعل وبعدها الباء حرف جر زائد، لأن بعدها كلمة سعيد. سعيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. الحالة الثانية كفى. كفى فعل، الباء حرف جر زائد على التركيب، الله لفظ الجلالة، فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. من حرف الجر الزائدة التي أخذناها في المحاضرات السابقة أيضا، وكلمنا عنها أنها عدة شروط. أولها أن يكون قبلها نفي أو استفهام. ثانيا أن يأتي هنا بعدها جاء فعل ماضي مبني على الفتح. من وجودها إذا قلنا هل جاء من أحد جملة استفهامية، هل جاء أحد أيضا جملة استفهامية، وظلت محافظة على معناها. من هنا حرف جر زائد أحد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. هنا أخذنا الحالة اللي بعدها وهنا مجرور بالإضافة على الشكلية، وهي بمعنى الشكل المصدري. هذه هي كل الحالات اللي يمر بها الفاعل يكون مجرور لفظا مرفوع محلا. الآن راح ننتقل إلى صفحة الإعراب اللي بيها مجموعة كبيرة من الإعرابات اللي تبين لنا القواعد اللي أخذناها في بداية المحاضرة، ومنها هيهات السفر. إذا إحنا وين ما حنشوف كلمة هيهات وقعت في بداية الكلام أعربها اسم فعل ماضي بمعنى بعد مبني على الفتح، يعني حالها حال الفعل الماضي. مسافر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. شتان حالي وحالك. شتان أيضا إذا شفناها تعرب فعل ماضي بمعنى افترق. افترق مبنية. إذن شتان وهيهات إذا شفنا الاثنان دلالة على الاسم الفعل الماضي. حالي فاعل، بما أني عندي اسم فعل ماضي فيحتاج لي فاعل. هنا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. إيش بالضمة المقدرة؟ يعني إحنا عندنا ياء، والياء هنا هي يدل على ما قبل المتكلم. الياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، هو حال والياء للمتكلم، فالضمة مقدرة لوجود حرف العلة. وحالك الواو حرف عطف، وحالك معطوف عليه وعلى المرفوع. والكاف هنا ضمير متصل في محل أيضا جر بالإضافة. إذن هنا عندي شتانة وهيهات عندما أشاهدهم بالجملة، ف
فالاثنان في محل رفع فاعل، فعل ماضي، في محل رفع فعل ماضي، يجي بعدهم مباشرة فاعل. أخوك حسن وجهه، إحنا أخذنا محاضرة الجملة الإسمية إن أنا وين ما أشوف كلمة أخو تكون مبتدأ مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. بعدها كلمة حسن، كل مبتدأ شي يحتاج له؟ يحتاج لخبر، فهو خبر مرفوع بالضمة. بعدها وجهه هي فاعل للصفة المشبهة، لأن حسن هي أيضا خبر لكنها صفة مشبه، مرفوعة بالضمة والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. ننتقل بعدها إلى أبوك، إذا وين ما شفت أبوك أخوك فهي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنها من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. كل مبتدأ شي يحتاج له؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. هنا أنا رابحة إذا هي اسم فاعل، وهي لي ما دام هي اسم فاعل فمحتاجة فاعل، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. هل جاءك من أحد اللي إحنا أخذناها قبل قليل؟ هل حرف استفهام، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر، من حرف جر زائد، وما دام عندي حرف جر زائد وعندي فعل فمحتاجة فاعل، الفاعل نانا مجرور لفظا مرفوع محلا، وهو لأنه جر بحرف الجر الزائد. أكرم بسعيد، أكرم فعل ماضي على صيغة الأمر مبنية على الفتحة المقدرة منع من ظهورها، وهذا من شغالها بالسكون العارضة. الباء حرف جر زائد، سعيد فاعل أكرم مجرورا لفظا مرفوعا محلا. هسه راح ننتقل إلى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وهذه من الجمل أو الأبيات الشعرية التي تحبذ أن تأتي في الامتحان. إذا أداة شر غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلقة بجوابها. الشعب، بما أني أنا عندي كلمة إذا هي أداة شرطية غير جازمة وراها مباشرة كلمة شعب، فالشعب فاعل لفعل محذوف، فتفسير الكلام كان يجب أن يكون إذا أراد الشعب، فالشعب أصبحت فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعدهم. يوما ظرف زمان منصوب متعلق بما، بمن، بأراد. أراد فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، من هو الذي أراد؟ هو، وهنا تعود على الشعب. الحياة مفعول به كل فعل وفاعل، وتم معنى الجملة فأصبحت مفعول به منصوب بالفتحة. الفاء رابطة لجواب شرط. لا نافية للجنس تعمل عمل حرف مشبه بالفعل، وإحنا نعرف حرف المشبه بالفعل يحتاج لإسمها، فبد إسمها مبني على الفتح في محل نصب. إن مصدرية ناصب، بما أن مصدرية ناصب يستجيب فعل مضارع منصوب بإن المصدرية الناصبة، بما أني عندي فعل فالقدر صارت فاعل، والمصدر المؤول من إن والفعل في محل جر بالإضافة، وهذا هو تتمة المعنى. لا نافية للجنس التي لا محل لها من الإعراب، هنا يمكن فعل مضارع مرفوع، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إن بما أن بعدها فعل مضارع فهي حرف مصدري ناصب بالفتحة، فعل مضارع منصوب بالفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من إن والفعل في محل رفع فاعل لي يمكن. عن المدرسة جار والمجرور. هنا رح ننتقل بعدها إلى الجملة اللي بعدها اللي هي تتكلم عن أنا، وإحنا ماخذيها مبتدأ ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، معجب خبر مرفوع بالضمة، الباء حرف جر، إخلاصك اسم مجرور وعلامة جره فتحة،
والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل لفظي بالإضافة. لرفيقك اللام حرف جر ورفيقك جر ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لهنا تنتهي محاضرتنا لموضوع الفاعل. أرجو الموفقية والنجاح وأن وصلت معلومات هذه المحاضرة. شكرا جزيلا لكم.